سلام البنات، لاباس عليكم. انا اول مره هذه قناه ديالي، اول مره كنديرها. بغيت نقدم لكم واحد بغرير كيجي غزال البنات، خفيف وزوين. دخلوا على بركه الله. قبل من نعطيكم لغوصات، كنقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبداو في لغوصات. عندنا هنا جوج كيسان ديال السميده رقيقه، هنا كاس معمرش ديال طحين الفرس، عندنا هنا بيضه. بيضه البنات ما كتبقاش المذاق ديالها ولا داك الريحه ديال البيض مي كتخلط مزيان، كتعطي واحد الخفه لهذا البغرير. عندنا هنا معلقه صغيره ديال الخميره المعجونه، عندنا هنا تقريبا معلقه صغيره مع عمراش ديال الخميره الحلوه، وبطبيعة الحال شويه الملحه. وهنا غنخدموه بوالماس. والماس ملي كديريه راه عرفتي كيبقى يفور ودغيا كيخمر لينا بغرير. نبداو على بركه الله. انا درت كل شيء هنايا باش نطحنهم ونرجع من بعد. الخليط ديالنا نديرو في شي بول ونخليوه شويه يخمر، ما يكونش قاصح وما يكونش خفيف. هذا هو بغرير ديالي طريقتي، كنتمنىكم تجربوه ويعجبكم، وبصحة والراحة.